مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. في هذا الأثناء بزنازة جاو بهاد السيارة هذه، يعني داروا بها كسيدة وهربوا وخلاوها على حساب بعض أقوال هنايا الناس كيقولوا كاينين شي محجوزات. إلى حد الآن مازال ما شفناهمش، يعني الناس اللي شافوهم كاينين شي محجوزات. يعني قال لك هادو بزنازة جاو بالطوموبيل وداروا كسيد هنا، يضربوا بزاف ديال الطوموبيلات وهربوا وخلاو الطوموبيل. ملي كتشوفوا معنا التدخل ديال رجال الامن، هذه السياره اللي كانوا فيها هذوك البزنازه على حسب الاقوال ديال الناس ديال هنايا. يعني السياره كانوا فيها بزنازه، كانوا عندهم محجوزات. هادشي اللي كيقولوا الناس اللي كانوا هنا اللي حضروا الواقع من الاول حتى الاخر. يعني شوفوا شحال من سياره كلات العصا بسبب التهور ديال هاد الناس هادو. هاد السياره هذه اللي جاوا فيها وهربوا، يعني ما تقاس شي واحد الحمد لله، حتى شي خسائر بشريه ما كانتش، حتى شي واحد ما تقاس، كانت الخسائر غير في الحديد كيف ما كنقولوا، يعني هو اللي كلا الدق. السلام عليكم خوت، كنتي حاضر انت هنا شنو وقع؟ شكرا. يعني هذيك هي السياره اللي لقاو فيها على حساب ما قالوا الناس هنا، لقاو فيها المحجوزات. الان كيتم النقل ديالها للفوغيير. السلام عليكم سيدي. كنتي حاضر هنا شنو وقع؟ شنو وقع؟ قولي لنا شنو وقع، ما بغيتيش تبان ما تبانش، قولي لنا شنو وقع. شكرا لك. كنتي حاضر اخويا هنا شنو وقع؟ شي واحد هنا في الدراري كان حاضر شاف شنو وقع. يعني شو التهور ديال دوك الناس، ديك السيارة اشنو دار. السلام عليكم سيدي، تقدر تقول لنا شنو وقع؟ تقدر تقول لنا شنو وقع واخا ما تبانش؟ ماشي مشكل. ما تبانش، شنو وقع هنايا بالضبط؟ على حسب ما سمعتيش انت. انا ما سمعتش، قال لك واحد الطوموبيل 407 بيجو 407 كان جاية دونك فيها ثلاثة ديال الناس وفيها واحد البيت بيل. فيها ثلاثة ديال الناس وكلب. ضربوا شي طوموبيلات لهيه، ضربوا طوموبيلات الفوق وهربوا. هرب عليهم شي حاجه، جايين كيجيو بسرعه، هربوا بالزهد ودخلوا مع هاد الانتير ديالي، دخلوا مع الانتير ديال من هنا وضربوا هاد الهوندا تحت فوق الطوموبيل اللي وراها. الهوندا تلاحت فوق الطوموبيل اللي وراها. فوالا هما خرجوا هنا ضربوا هاد الكرياجات، خرجوا ضربوا هاد الكرياج وهربوا، خلاوها مليوحه هنا وهربوا على رجليهم. واخا واش لقاو شي محجوزات في ديك السياره؟ جاو البوليس هزوا بزاف ديال الحشيش، ابارامون كيبان بحال الحشيش. يعني لقاو شي محجوزات، لقاو شي حاجه، انت شتي هزوا شي حاجه. كيبان لي هزوا بزاف ديال الحشيش، كيبان بحال الحشيش. هما شحال بهم قلت لي؟ ثلاثة الناس. على ما قالوا الناس. ثلاثة الناس ومعاهم بيتبول. ومعاهم كلب بيتبول. لا حول ولا قوة الا بالله. شكرا لك اسيدي، تبارك الله عليك، الله يحفظك. كيف ما سمعتوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، هاد السيد هذا يعني كان حاضر صاحبي، اش قد دوز هنا وتمشي وتجيش بلاصة واحدة الله يرحم لك الوالدين. كيف ما سمعتوا معنا هاد السيد هذا قال لك كانوا ثلاثة ديال الناس في ديك السيارة 407 بيجو ومعاهم شام قنطايفة معاك خدامين اصاحبي الله يرحم لك الوالدين. كانت طوموبيل 407 يعني فيها ثلاثة ديال الناس وكلب من نوع بيتبول، جايين من الطريق من هنايا من اللور، جايين بزاف.
جايين بزاف دخلوا من الانتير دي هنايا ضربوا هاد الهوندا هادي والهوندا والهوندا دخلت في الطوموبيل اللي موراها يعني ودوك الناس اللي كانوا في ديك السياره هربوا يعني ما تشد شي واحد فيهم هربوا هما والكلب ديالهم بعض الناس هنا قال لك شافوا رجال الامن خرجوا شي حاجه من ديك السياره يعني شي محجوزات هزوهم داوهم معاهم هذوك الناس هما ما عارفينش شي كيقول حشيش كل واحد شنو كيقول يعني ما عارفينش اشنو لقاو يعني شو التهور ديال هاد الناس هادو لا يشكي ادي يعني الناس هنا قال لك حتى شي واحد ما تصاب الحمد لله حتى واحد ما تقاس حتى واحد صاحبي واش نبقى ندوي معاك انت صافي الله يرحم لك الوالدين سير صاحبي بحقنا في كيسه حنا خدامين عايزك تسمع الطرطامه وتسمع لا حول ولا قوه الا بالله يعني ثلاثه ديال الناس اللي كانوا في السياره وكلب من نوع بيتبول هما اللي كانوا في ديك السياره يعني جايين من هنا جاوا في لانتير دي ضربوا بعدا سيارات اخرى من الجهه الاخرى من له وتمو جايين من هنا من لانتير دي يعني لانتير دي هي هنايا دخلوا في هاد الهوندا والهوندا بخوش داك الزيت دخلات في السياره اللي موراها يعني الحمد لله كنعاود نكررها حتى شي واحد ما تقاس يعني الخسائر كانت غير في الحديد هنايا ودوك الناس اللي كانوا في ديك الكاتسون سيت راهم هربوا دخل شوف تاني دخل شوف تاني فيديو الاول الفيديو الاول تلقى الله يسير هادشي في مدينه الدار البيضاء لا حول ولا قوه الا بالله شو الجهد باش كان جاي ديك 407 يعني ودوره صغيره قصيره دخل في هاد الهوندا هادي انتم شوف 407 داوها رجال الامن داو الفوغيير يعني باش يشوفوا ماليها شكون هما وشكون دوك الناس اللي كانوا فيها الحمد لله بعدا هنا كيتواجدوا كاميرات غيقدروا يستعنوا بهم يعني كاينين كاميرات يقدروا يشوفوهم باش يتعرفوا على دوك الناس اللي كانوا في ديك 407 يعني اللي كانوا في 407 يحاولوا يتعرفوا عليهم بهاد الكاميرات هادو اللي هنا نعاود نذكركم على ما قالوا لنا الناس هنا السيد الشاهد اللي كان حاضر من الاول حتى الاخر قال لك 407 كتجايه من الشارع من هنا ضاربه شي طوموبيلات وجات لهنا باش تهرب يعني كانوا هربانين اصلا هما من شي حاجه الدخله اللي دخلوا من هنايا في هذه الزنقه اللي هي انتيردي دخلوا في هذه الهوندا هذه يعني بداك الجهد اللي كانوا جايين به دخلوا في الهوندا الهوندا طلعت في ديك السياره اللي موراها يعني كنعاود نذكركم السيد اللي كان هنا اللي حضر من الاول حتى الاخر قال لنا السياره كانوا فيها 407 بيجو كانوا فيها ثلاثه ديال الناس وكلب من نوع بيتبول يعني داروا هاد الواقعه اللي داروا وهربوا يعني ها نتوما كتشوفوا معنا حتى الكرياج اللي كان هنا يعني السياره طلعت هنا طلعت فوق هاد الحديد هذا ودخلات فداك هانتوما كتشوفوا معنا هادشي اللي داير على هاد البني هذا دخلات فيه ومشات لا حول ولا قوة الا بالله ما بط التليفون اصاحبي ما بط التليفون لا لا كيف ما سمعتوا معنا احنا ما عرفناش هذوك الناس واش كانوا في حاله هلوسه او كانوا بعقلهم يعني حتى واحد ما شافهم الناس شافوهم غير هبطوا من الطوموبيل وهربوا يعني حتى واحد ما شافهم كيفاش كانوا كيفاش دايرين يعني الناس حدهم شافهم هربوا ثلاثه ومعهم الكلب ديالهم ومشاو يعني السيد اللي كان حاضر هنا قال لك لقاو عندهم شي محجوزات يعني شافهم حتى هبطوهم البوليس حيدوهم من هذيك 407 اللي كانوا جايين فيها
لا حول ولا قوة إلا بالله.